بوت ديفايس نوت فاوند. مشكله دايما بتقابلنا في نوعيه اللابات اللي هي من موديل اتش بي. مش شرط ان هي تكون اتش بي، ولكن هو العيب دوت منتشر جدا في لابات الاتش بي اللي هو البوت ديفايس نوت فاوند. ازاي ان انت تقدر تحل المشكله ديت، وهل المشكله ديت لو حلتها وارد ان هي ترجع تاني؟ ده اللي احنا هنعرفه اكتر في كورسات اونلاين. انا حسين عاشور ودي قناه كورسات اونلاين. السلام عليكم، اهلا بيكم. طبعا الفيديو دوت مش جديد، لان انا كنت عملت فيديو قبل كده، ولكن الفيديو دوت كانت مدته قصيره ودخلت على طول في الحل مباشره. فبالتالي الفيديو حقق نجاح كبير جدا، بس على الرغم ان هو حقق نجاح كبير جدا الا ان جت تعليقات كتيره جدا على الفيديو دوت. يمكن التعليقات ديت جت بسبب ان انا دخلت في الحل على طول بدون ما انا اتكلم عن سبب المشكله ايه، وايه ان احنا طرق الوقايه بحيث ان احنا ما تجيلناش تاني. فيهمني جدا ان انت تسمع الجزء النظري، وكده كده هدمج لك الجزء العملي مع الفيديو ده. ليه المشكله دي بتصادفنا؟ المشكله دي بتصادفنا لعده عوامل. هم اربع عوامل او ثلاثه، بس اهمهم هو عامل واحد وده اللي احنا هنتكلم عنه. العامل الاولاني معانا اللي هو نظام الاقلاع. يعني ايه نظام الاقلاع؟ يعني ان انت ما يكونش الهارد بتاعك عليه نظام الويندوز اللي هو بي هيقدر يدخلك على الديسكتوب او على نظام التشغيل. ده رقم واحد واحتمال ضئيل ومستبعد يمكن بنسبه 5%. الاحتمال الثاني ان انت يكون الهارد ديسك بتاعك اصلا مهزوز من مكانه. الهارد ديسك دوت كلنا عارفين طبعا ان هو بيكون متصل بمخرج ساتا ومخرج للباور اللي هو الساتا داتا. دوت ممكن يكون متهز منك فيكون وقع من مكانه او اتخبط فما يكونش راكب في مكانه بشكل جيد، فممكن يسبب لك او يظهر لك المشكله دي. السبب الثالث معانا ان انت يكون الهارد ديسك بتاعك تالف، يعني بمعنى ان هو يكون بايظ. وده في حاله ان هو يكون بايظ او تالف بنصحك ان انت تتوجه لاقرب مركز صيانه ليه، لان طبعا صيانه الهارد ديسك مش بسهوله، تكاد تكون صعبه. فانت لازم تروح لاي حد هو يقدر يوجهك او يديك الاجراء ان انت ممكن تمشي عليه تغير هارد او لا الى اخره. رابع سبب معانا اللي هو الاهم اللي هو بيحصل بنسبه 90% ان هو يكون اعدادات السيت اب بتاعه الفايوز الخاصه بالمذر بورد الخاصه باللابتوب، او حتى على فكره الكمبيوتر العادي اللي هو البي سي، يكون فيها خلل او يكون فيها مشكله، او تكون ان هي سقطت عن السيت اب بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ باختصار شديد وبدون مقدمات طويله، في حاجه عندنا هنا اسمه حجر البايوس، او اسمه حجر ايا كان سميه زي ما تسميه، المهم ان هو اسمه حجر بورد او حجر البايوس. الحجر دوت وظيفته ايه؟ ده وظيفته ان هو بيعمل معاك حفظ اعدادات البايوس، اعدادات المذر بورد نفسها. برضه ما فهمتش. بتيجي مثلا تيجي انت بتظبط التاريخ بتاعك على اللابتوب. بعد ما بتظبط التاريخ بتاعك، مجرد ما بتفصل الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب بتاعك عن الكهرباء وترجع تشغله تاني، تلاقي التاريخ رجع ليه وضعه القديم. يعني احنا في 2023 ممكن تلاقيه في سنه 2000 او 1900 ايا كان الموضوع يعني. فده بيكون نتيجته ايه؟ بيكون نتيجته ان حجر المذر بورد دوت بيكون مده صلاحيته انتهت، فبالتالي عمره ما هيحفظ معاك الاعدادات. فحضرتك لما تيجي تطبق الموضوع اللي انا هسيبه لك، تطبق يعني تحل الموضوع، ولقيت نفسك فصلت اللابتوب بتاعك عن الكهرباء ورجع تاني الموضوع معاك، فاعرف كده ان انت هتغير حجر المذر بورد دوت. طيب حجر المذر بورد دوت مش بسهوله ان انت توصله زي اجهزه الكمبيوتر، ومش بسهوله برضه ان انت توصله في اجهزه اللابات، ومش بصعوبه ان انت توصله. يعني ايه الكلام دوت؟ في اجهزه لابتوب يا دوب بتفك الكفر بتاع الظهر بتاعها تقدر توصل للموضوع بسهوله، وفي اجهزه لابتوب بتبقى معقده شويه في طريقه فك الهاوسنج بتاعها عشان تقدر توصل لحجر المذر بورد دوت وتغيره، بحيث ان انت لما تيجي تطبق الشرح اللي انا هسيبه لك يثبت معاك الاعدادات دي. طيب المشكله دي بتحصل بنسبه كام في الميه؟ بنسبه 90%. طبقا لايه؟ طبقا للمشاكل اللي هي بتجي هنا في مركز الصيانه بتاعي اللي انا بحلها. طب اغلبها بتكون في ايه؟ بتكون في اجهزه اللابتوب اللي هو الاتش بي، نوع الاتش بي، وما يشترطش انها تكون حاجه فيكسد، يعني لا ده ممكن تيجي في الدين. فحبيت ان انا اوضح الكومنتات ديت اللي هي اكتر اسئله جات لي. في كومنت تاني جالي بيقول لي انا مش لاقي نظام اللي هو الليجاسي سبورت. يعني انت لما تيجي هتسمع جزء الابلايد دلوقتي لازم ان انت هتعدل السيستم بوت للاقلاع، هتخليه حاجه اسمها ليجاسي سبورت. في حاله ان انت لو ما لقيتش كلمه ليجاسي سبورت، فانت بتضطر ان انت بتغير البارتيشن ستايل بتاع الهارد، بتخليه ام بي ار بحيث ان هو يقدر يعمل معاك بوت. ولكن ده احتمال بيه، يعني ممكن في كل 1000 لاب بتحصل المشكله دي.
فانا مستبعد، وانا شخصيا من يوم ما انا دخلت المجال دوت ان اتعرض لي مرتين بالظبط يعني. فخلينا في المهم بالسبب الرابع اللي هو بتبقى اعدادات البايوس الخاصه بالمذر بورد. يعني الموضوع نجح معاك اكس اوكي شغال، والموضوع اتكرر معاك فيعرف ان انت هتغير المذر بورد. ويهمني جدا طبعا ان الموضوع ينجح معاك لسبب، لان هو لو نجح معاك وانت مش قادر ان انت تغير حاجه للمذر بورد بنفسك او ما عندكش الوقت، فانت مش مشكله ان انت تعمل الستبس ديت في كل مره، الموضوع طبيعي ومش هستغرب بالظبط الدقيقه في تطبيقه في حاله لو انت فهمت. فاسيبكم مع الشرح العملي، وما تنساش طبعا تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. تابع حل المشكله مع بعض. هبدا اشغل اللابتوب بتاعي، هدوس كده على زرار الباور هيبدا يفتح معايا، ونشوف الرساله المزعجه اللي هي بتجي لنا ديت. قال هنا زي ما احنا شايفين بيقول هنا بوت ديفايس نوت فاوند بليز انستول اوبريشن سيستم الى اخره. الرساله ديت معناها ان هو اصلا مش حاسس ولا بهارد ولا بيو اس بي عشان ما تحاولش تعمل ويندوز. طيب كل اللي مطلوب منك ان انت هترستر الجهاز بتاعك، وانت بترستره اللاب دوت بالمناسبه اتش بي اتش بي. كل اللي مطلوب منك ان انت تخش على السيت اب بتاع البايوس، كل براند ليه نوع معين. ده اتش بي فانا هرستر، وانا برستر بدوس على اف 10، لو ديس لو نوع ديل بدوس على اف 2 وهكذا. فانا هبدا ارستر الجهاز بتاعي ولاحظ كده او بطفيه خالص، وبعد ما هشغله من زرار الباور هبدا ادوس على اف 10 بالشكل دوت كده، بحيث ان هو يدخلني على المنيو او البايوس بتاع البورده نفسها. هنا بتفتح لي تابس فوق او قوائم فوق، كل المطلوب مني ان انا هدخل على كلمه اسمها سيستم كونفيجريشن، هدخل كده عليها اتحرك عليها من خلال الماوس. بعد كده بلاقي عندي حاجه اسمها البوت اوبشنز، هنزل عليها برده من خلال اسهم الكيبورد، وبعد ما بختارها بدوس انتر. بعد ما بدوس على بوت اوبشن بيبدا يفتح معاك خيارات تانية او تابس تانية، من ضمنها يعني من ضمنهم حاجه اسمها الليجاسي بوت، يعني اهيت حضرات كلمه اسمها الليجاسي سبورت عفوا. واحيانا بتلاقي كلمه ليجاسي بوت ايا كان، يعني مش هنختلف. الليجاسي بوت ديت بلاقيها عندي معموله قصادها كلمه ديسيبل. كل المطلوب مني ان انا بغير كلمه ديسيبل لانيبل، هدوس عليها انتر بيبدا يديني تو تشوز، هختار انيبلد. بعد ما اختارها بدوس انتر من خلال كل ده من خلال الكيبورد بتاع اللاب. بعد كده بيطلع لي رساله بيقول لي عايز تحفظ الكلام دوت، بقول له يس اوكي. بعد كده بدوس انتر. بعد ما بخلص خالص بلاقيها ظهرت قدام كلمه انيبلد. بعد كده المطلوب مني ان انا برجع ادوس اف 10 بحيث ان انا اعمل سيف للاعدادات بتاعه البورده. طب بالشكل كده انتهينا؟ لا لسه. دوس اف 10 هنا بيطلع لك رساله جديده بيقول لك اكزيت او سيفنج تشينج، هتقول له يس احفظ لي الاعدادات ديت، بدوس انتر. بعد كده بيبدا الجهاز يعمل ريستارت تاني وبيطلع لي الرساله ديت، وبلاحظ ان هي شكلها اتغير. هنا بيقول لي اوبريشن سيستم بوت مود تشينج ومديني كود 021. مش ده المهم، ننزل تحت شويه بيديني كود هنا اسمه اللي هو 2882. بعد كده بيقول لي بلس انتر زائد انتر كومبليت تو تشينج. طيب يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت حضرتك مشكورا كل المطلوب منك هتكتب الكود دوت، بعد كده انتر. الكود ده مش ثابت يا حضرات، ممكن يتغير معاك مش ثابت. طيب انا هبدا هنا ادوس 2، كل ده من خلال الكيبورد بتاع اللاب. هبدا ادوس على 2 8 8، بعد كده 2، بعد كده هقول له انتر زي ما هو طالب مني. بلاحظ بلاقي هنا اللابتوب بدا يعمل عمليه ريستارت، وبدا بالفعل يدخلني اوتوماتيكلي على الويندوز اللي موجود. بالشكل ده تقدر تستخدم الفلاشه بتاعتك او تنزل الويندوز من اول وجديد، او ان انت تستخدم الويندوز القديم، وات ايفر الموضوع. كده المشكله اتحلت ومفيش ادنى مشكله معاك. بشكركم جدا. بكده اكون انتهيت من موضوع النهارده. بتمنى طبعا لو حسيت ان انت استفدت من المحتوى اللي انا بقدمه لك تدعمنا بلايك وسبسكرايب، ولو عندك اي سؤال اكتبه في قلب الكومنت وانا هتواصل معاك بمجرد ما اشوف الكومنت بتاعك. بشكركم جدا والسلام عليكم.